السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية. اليوم غنكملو تتمة ديال الكور ديال لونغ اي تيرمينولوجي شابيتر 2 لا راروتي دو لا كونسوماسيون. في الاول كنا هضرنا في الشابيتر الاولاني على لو بوزوان، مي دابا عندنا لا راروتي. شنا هي هاد لا راروتي؟ دونك لا راروتي c'est une insuffisance d'une ressource par rapport à un besoin. Caractéristique des biens économiques qui n'existent pas à l'état naturel en quantité illimitée. Dans le domaine économique, la rareté n'existe que par rapport aux besoins objectifs, ressentis ou exprimés. Dans ce dernier cas, il s'assimile à la demande. يعني هذا المفهوم ديال لا راروتي ما كتكون لا راروتي، يعني شي حاجة اللي هي نادرة ما كيناش. دونك فاش كتكون الناس كيديروا عليها واحد لا دوموند، اوكي، خصها ضروري هاد الحاجة اللي ما كيناش، مثلا هاد البرودوي هذا اللي ما كاينش خصو يكون نديرو منه، اوكي، مي كتكون نادر، يعني الحاجة اللي هي نادرة قليل انك تلقاها، اوكي. دونك حنا هنايا لا ديفيرونس دو لا بينوري كي مومونتاني كونجونكتورال اي او ليميتي دون لسباس. La rareté est un phénomène général et absolu. يعني هنا كيقول لك بان هاد لا رارتي هاد يعني القله في الفلفل في داك البرودوي مثلا، حاجه اللي كتكون نادره، كتكون واحد ظاهرة، يعني هي جينيرال كاينه مي قطعيه ابسولو. دونك سيغتان اوتور ديفينيس كوم اوبجي دو ليكونومي بوليتيك لا لوت كونتر لا روفوتي ليكونومي او نون غاسبياج دي ريسورس نو سو كومبرون qu'en présence de biens utiles, non abondants. Ce qui est abondant peut être gaspillé. Donc, d'autres auteurs font remarquer qu'en fur et à mesure que les sociétés se développent, de nouvelles raretés apparaissent l'économie. Et alors, productrice de rareté. Hna kayn deux théories ديال دوك لي زيكونوميست. الاولى ان لي زوتور عرفوا بان هاد لا رارتي واحد سي ان اوبجي ايكونوميك بوليتيك، يعني هاد لا لوت كونتر لا رارتي كتعلمنا نون غاسبياج وداك لو غاسبياج non gaspillage les ressources الموارد اللي كاينه، موارد اللي كاينه اللي نادرا انك تلقاها، ابار يعني الموارد اللي خصنا نورمالمون سو سون دي بيان اوتيل، يعني اللي هما ما نقدروش اننا نستغناو عليهم. اوكي، هنا هذا هو المفهوم ديال لي زوتور لي شرحو مزيان هاد لا روتي. ابار لي زوتر اوتور شنو قالو؟ بان يعني بلوزيوغ سوسيتي كي ديفلوبيو ليكونومي وكيحاولوا انهم اي برودكتريس، يعني لا روتي داك مثلا البرودوي اللي هو ناقص اللي ما كاينش خصهم يديروا منه بزاف يكون،
تكون واحد الانتاجيه كبيره، واحد لا برودكسيون. اوكي، يعني باش ما كتبقاش هاد لا غاوتي، كتولي لا كونسوماسيون. دونك لي ريسورس ناتوريل ابوندون et gratuit se transforment en biens économiques par leur exploitation intensive. Le prix apparaît alors comme la mesure à la fois de la rareté et des biens et de leur utilité au sens économique, c'est-à-dire de leur aptitude de satisfaire leurs biens économiques. دونك هنا شنو قالوا لينا؟ هاد لي ريسورس ناتوريل اللي كاينين، موارد طبيعيه كاين كتلقاها، مي كتكون يعني هي متاحه مجانيه، كي كتحول الى واحد المنفعه اللي هي اقتصاديه، واحد البيان ايكونوميك. وايضا هاد لا غاروتي اللي قالوا لينا بانها يعني كتكون مهمة أيضا بالنسبة للاقتصاد، مي كيكون فيها داك لو بخي، يعني كتكون نادرة أيضا، بخي مرتفع، وأيضا داك لي بيان وداك المنفعة، لوتيليتي هي المنفعة ديالها، وداك لو بيان ديال هاد لا غوتي كيعطينا ان سونس ايكونوميك، واحد المعنى اقتصادي، باش كنعرفوا يعني كيفاش نتعاملوا مثلا مع هذاك لو بوزوان اللي عندنا. وايضا كنشوفوا داك لو سونس ايكونوميك و لو بوزوان دو لاتيتود بور ساتيسفير هذاك لو بوزوان. هذا هو المفهوم ديال لي بلوزيغ اوتور اللي شرحوا لينا لا غاروتي دو لا كونسوماسيون. نتمنى ان هذا الكور هذا ينال الاعجاب ديالكم، تابوناو في القناه باش يوصلكم جديد، وان شاء الله نكمل لكم التتمه ديال الكور في الفيديو المقبل ان شاء الله. بارطاجيو مع اصحابكم باش كيتحمل فائده، ونتمنى لكم نجاح والتوفيق، والى اللقاء في فيديو اخر.